يسعد صباحكم أحبابي، أهلا وسهلا بكم، يسعدني أن ألتقي بكم إن شاء الله يا ربي وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. تحياتي القلبية لكم، وكذلك أوجه تحية صباحية لكل كادر قناة الرشيد بكل مواقعه. وأبدأ بالخارطة الفلكية. أكيد الخارطة الفلكية البارحة يعني كان أسباب منعتنا من أنه نتحدث وياكم فلكيا، لكن كانت الأسباب إن شاء الله إيجابية. لكن اليوم البارحة كان أكو تقدم لكوكب أورانوس في برج الحمل الناري، كان يعني بحالة تراجع، انتقل إلى برج القوس ثم عاد إلى برج الحمل وهو في حالة تراجع، وهذا كوكب المفاجآت. لهذا السبب لما يتقدم يكون يعني بي فد نوع من الإيجابية، وهذا يعني أحسن من التراجع، خصوصا وأن الخارطة الفلكية التي يحكمها تراجع كوكب، يعني اللي ما يكون بها تراجع كوكب تكون أفضل. فنرحب دائما بتقدم الكواكب، ورح يصبح كوكب أورانوس متقدم في برج الحمل الناري. هذا رح يختلف عن اللي كان يوم 5/1 اللي كان في برج الخارطة الفلكية المولود يكون تراجع في برج الحمل الناري. اليوم لا، المولود يكون عنده تقدم في برج الحمل الناري، هذا فشيء إيجابي بالنسبة للخارطة الفلكية الشخصية للمولود، وبالنسبة للطاقة التي يستلمها كوكب الأرض أيضا. رغم كون أنه وجوده حقيقة في برج الحمل الناري بيشوفه شوية تعب، لأنه هو متحكم بالزلازل والقشرة الأرضية والطبقات الأرضية، وهذا الشيء شهدناه رح يبقى مستمر إلى غاية الشهر الثالث، وبوجود المريخ شوية رح يخلي دائما الأجواء متوترة، خصوصا مع حركة القمر ووجود الكواكب في برج الجدي، هذا شوية يأثر على الطبقات الأرضية والقشرة الأرضية، فتبقى دائما الأرض بوجود هالكوكب مهددة بالزلازل والبراكين. هذا من باب، من باب آخر عندنا هاليوم انتقلت الزهرة وغادرت برج العقرب إلى برج القوس، فأصبح الزهرة والمشتري في برج القوس اثنيناتهم، هذا أيضا فد مدعاة إيجابية بالنسبة إلى الخارطة الفلكية بعد تخلصنا من الكسوف الشمسي، ونبقى نستمر مدة يومين آخرين أيضا حتى نتخلص من الطاقة الكونية اللي يرسلها هذا الكسوف. لكن رغم أنه إحنا ما شهدنا، لكن هو كان مشهود وكان جزئي في المناطق اللي تم بيها، لكن الحمد لله بعدنا لحد الآن بالتأثير. هذا ينطينا إلى غاية يوم 10 بالشهر شيء من يعني التأثير الكوني. البارحة كان القمر في برج الجدي وغادر اليوم إلى برج الدلو، إذن تقدم كوكب أورانوس، انتقال الزهرة وانتقال القمر إلى برج الدلو، هذا يعني أنه القمر منسجم مع الشمس وأورانوس المتقدم في الحمل، وكذلك انسجامه مع الزهرة اللي وصلت اليوم إلى برج القوس والمشتري المتواجد فيها في ذات البرج. إذن على هالأساس هناك انسجامية مع 4 كواكب، أصبح القمر 5، هذا شيء ينطي فطاقة إيجابية للأرض ومن عليها، وكذلك ينطي فطاقة إيجابية للأبراج المتواجد فيها الكواكب. يعني بالدرجة الأولى ننطي مجموعة الحمل وكذلك مجموعة القوس، ثم تأتي بالدرجة الثالثة الدلو وبقية الكواكب نتيجة لوجود يعني القمر في برج الدلو، فهذا رح يفيد الأبراج. إذن هناك طاقة إيجابية، هذه الطاقة الإيجابية أحبابي
كل ما كانت منسجمة بين الكواكب راح ينطي طاقة أكثر وينطي استفادة من الوجود القمري أكثر، ينطي يصل تقريبا إلى 65 إلى 70%، وهذا شيء إيجابي جدا بالنسبة للذي يستلم الطاقة الإيجابية. أكيد لدخول الزهرة في برج القوس إيجابيات حلوة، وكان يسمي العرب الزهرة برج السعد الأصغر، كوكب السعد الأصغر، والمشتري هو كوكب السعد الأكبر. لما اثنيناتهم يتواجدون في برج فهذا شيء ينطي يعني اختلافيات في طباع أو سلوك الإنسان أو تغير في أشياء موجودة في جسمه، والتحرك في مشاعره، في عواطفه، في كثير من الأمور. فلهذا السبب عذراً كتخصصنا إحنا في علم النفس اللي يخص الأبراج والتأثيرات النفسية راح أجي أشرحها بالتفصيل إن شاء الله على التتابع، لأن يعني حتى نعرف أنه هل كواكب شلون راح تأثر على سير هرمونات الجسم، وكذلك الهرمونات اللي ممكن يفرزها الجسم ويرسلها إلى العقل، والعقل كيف يترجمها إلى عاطفة وتحسس، وكذلك جملة من الأمور. فلاحظ أنه مواليد برج القوس في هذه الفترة راح يكون أكثر عاطفي، راح يكون أكثر إيجابي، اللي يعني مثل ما يقول اللي كان متخذ فد منحة ممكن سلبي تجاه قريب أو حبيب أو شيء من هالقبيل، نلاحظ أنه في هذه الفترة كثير من حالات الشعور بالعاطفة تجاه الآخرين، يمكن ممكن أنه نلاحظ أنه كثرة اهتمام من عندهم، يبدو المحبة والتقارب بين الشريك والشريكة من مجاميع برج القوس، وكذلك ممكن أن يقع هذا الشخص في شراك الحب. يعني قد يطرق الحب باب مولود برج القوس في هذه الفترة، ويشعر بمشاعر جديدة، ينظر إلى الحياة من منظار الحب، قد يشغل فكرك شخصا ما أنت كنت في غنى يعني غافل عنه نتيجة للتأثير الفلكي، قد تنظر إلى يعني رح يلعب بين قوسين الحب دور في حياتك. هذا فتشي إيجابي، ليش؟ لأنه يعني هذا الشيء يحتاج الإنسان دائما في حياته، المحبة هي أساس العالم، مدعاة للإيجابية، الله عز وجل جل جلاله هو محبة مطلقة، محبة مطلقة وفرح مطلق وخير مطلق. فلما يشعر الإنسان بهذه المشاعر الجميلة ينظر العالم بمنظار آخر. لكن هل سأتجه في محبتي أو في مشاعري تجاه الشخص المناسب؟ هذا هنا يلعب الدور، لأنه الحب في كما يقولون الحب أعمى لا يرى. فعلى هالأساس يجب أنه مولود برج القوس رغم كون أنه راح يصير عنده اختلاطات عاطفية وشعور بالحب، لكن عليه أيضا أن يقيس كيف أحب ومن أحب، وهل أنه هو راح يناسبني. هذا اللي راح يلعب الدور الكبير في السلوك الداخلي أو في نفسية هذا المخلوق. أستقبل أم محمد وكل الهلة. وينها أم محمد؟ يا هلا أبو أم محمد، تفضلي. شلونك يا عيونك الجنان؟ مية هلا مية هلا أم محمد. الله يخليك حبيبتي. نعم. في الجنان أعطيك مواليد مواليدي ومواليد زوجي. نعم. احنا عندنا قطعة بناء، قاعد اشوف هاي السنة بيها بناء، هاي السنة ننتقل يا رب، وعندنا قرض، بلكي صح هذا القرض ونبني بيه.
طيب انطيني انطيني. احنا اعتمادنا كله على القرض. يا الله يا الله، ان شاء الله ان شاء الله. ولادتي 8 6. اي هاي انت اول وحده تبشرينا بالخير. اكو قرض يعني انت اول مولوده تبشرينا انه اكو قرض. يا الله. اي والاخ يوم الاخ. يا الله. اي واكو يعني بناء، وهاي السنه ننتقل بيت جديد. اكيد مولود برج الجوزاء هذه السنه، وخصوصا هاي الفتره يا ام محمد عيني تسمعيني. اي والله. اي لا تسمعيني باذان وحده، سمعي باذاناتك الاثنين. شدي حيلك هالفتره. ها ها انطيني انطيني. 3 12. نعم نعم. للنجاح هاي السنه. نعم. و28 10. نعم. هماتين للنجاح. نعم. والله يخليك، واحنا كلش نحبك ترى. حبيبتي اني ايضا احبكم من كل قلبي، وما تتصورين سعادتي وسروري من اسمع اصواتكم، وان شاء الله ربي يقدم لك ما تتمنين ام محمد. اكيد شاكره لك ولاتصالك. تابعيني عزيزتي. يا هلا ابو ميسام. السلام عليكم. عليك السلام، اهلا وسهلا. جيهان. يا هلا يا هلا ابو ميسام، تفضلي. انا اشكرك على هذا البرنامج الحلو، واشكر استاذ عمار وكادر قناه الرشيد. كل الهلا، احنا ايضا بالنيابه عنهم اشكرك جدا، ونشكر متابعتكم وثنائكم لنا، هذا فتشي شجعنا حبيبتي، ممنونه. نعم. انا اريد اسال عن برجي، مواليدي 1901 ولادتي 91. طولة العمر بنتي. 1991. اي 31/3 حبيبتي. نعم. وبرج زوجي 1985. نعم. الولادة 9/4. تدللين أم وسام. أنا شنو برجي بالنسبة، يعني هسه ما أعرف برجي أنا شنو. حبيبتي اثنيناتكم مواليد برج الحمل يا حلوين، برج الحمل الناري. أنت أول مجموعة وهو ثاني مجموعة. نعم. فأني راح أجاوبك بالتفصيل شوية، بس تابعيني عزيزتي ما خلص رصيدك أمي. كل الهلا أبو كاظم، تفضلي حبيبتي. شلون تسجلين؟ هلا عيني، هلا أبو كاظم. تحية حب احترام لكم وقناتكم الجميلة. تسلمين يا ورد، تسلمين. تسلمين. إن شاء الله. إن شاء الله بوجودكم الموفقية، دائما بوجودكم. أي شيء ما ممكن إنه يكون إذا مو تواصلكم. أريد أعرف التوافق بين زوجي. أمري نعم. 9/12/87. يا الله. نعم. 1/4/84. نعم. التوافق تدللين. سجينان عندي ابني 3/11. بس ما شاء على مود النجاح. هذا ناجح ان شاء الله. هذا ناجح. هذا مشكوره يا عمر. هذا الولد، هذا الولد ام كاظم، ام كاظم هذا شويه لا تشدين كلش عليه، يعني وجهي حبيبتي هذا كلش ذكي وكلش شاطر، بس انت عليك تشجعيه، تشجعيه وتدعي له هذا يوصل الى مراحل عليا بالتعليم. ان شاء الله. مشكوره حبيبتي، الله يخليك يا بنتي. كل الهلا كل الهلا عيوني، كل الهلا. مشكوره حبيبتي، الله يوفقكم ان شاء الله ويوفق قناه الرشيد الجميله. حبيبتي تسلمين، شكرا. مشكوره حبيبتي، الله وياك يا عمري. وياك ايضا حبيبتي ويا الجميع. نعم اكو اتصال يا كلا. شكرا شكرا لكم كنترول. المهم انه ابدي اتحدث عن قلنا انه الخارطه الفلكيه اصبحت مختلفه، فننطيكم يعني اذا كان اكو فد ام ولدت هذا اليوم بالخير والسلامه، مولود برج الجدي راح يكون ان شاء الله مولود حلو، وفد مدعى ايجابيه بوجود القمر في برج الدلو. اذا من اين هي الخارطه الفلكيه واين هي الكواكب في دائره البروج؟ عندنا الشمس في برج الجدي مع زحل مع بلوتو مع عطارد. هل
صف ما شاء الله كلهم منورين برج الجدي، القمر في برج الدلو، المريخ وأورانوس متقدم في برج الحمل الناري، الزهرة مع المشتري في برج القوس الناري. إذن بقانا نبتون في برج الحوت أحبابي. إذن هذه هي الخارطة الفلكية لهذا اليوم، وإحنا رح نتحدث بكرة إن شاء الله بقوة الله إذا منحنا العمر والعافية، وألتقيكم أتحدث عن أهم المحاور الأساسية في حياة أو الانعكاسات النفسية والسلوكية لمواليد الأبراج جميعا نتيجة لدخول الزهرة لبرج القوس الناري. هذا من بعض. اليوم نتحدث عن مجاميع دخول القمر إلى برج الدلو والأبراج المستفيدة من الطاقة اللي تمنحنا إياها العائلة الفلكية. الأبراج كالتالي: الأبراج المستفيدة من هذا التواجد قلنا أنه مجموعة الحمل مستفيدة، مجموعة الجدي مستفيدة، مجموعة كذلك القوس مستفيدة، الدلو مستفيد، لكن نسبة الاستفادة تكون 52%، يعني نتيجة لتواجد 4 كواكب في برج الجدي. هذا شوية ما يخلينا كلش نستفيد من الوضع القمري، بس هل 52% أحسن من ماكو يا جماعة؟ فلا تخلون السلبي يطغي على الإيجابي، استفيدوا من الإيجابي لسلام اليوم. هذا بالنسبة إلى الأبراج المستفيدة. تأتي كذلك مجموعة الجوزاء وكذلك مجموعة الميزان، وبالدرجة الثانية تأتي مجموعة العذراء تكون مستفيدة من هذا التواجد الفلكي. إذن الأبراج اللي ذكرتها راح تكون منا إلى يوم إن شاء الله 9 حتى ينتقل القمر إلى برج آخر، راح تكون هذه الأبراج مستفيدة والطاقة حلوة وإيجابية مع وجود هالكواكب في البرجين اللي ذكرتهم، مع شكري وتقديري لمتابعتكم. أبدأ بالإجابة بالنسبة إلى الأخوة والأخوات اللي اتصلوا بي. عندي أم محمد تقول حول قرض، عندها قرض. حبيبتي أنا قلت بكرة أتحدث عن دخول الزهرة إلى برج القوس ووجود المشتري معها، هذا فتشي إيجابي ومدعاة إيجابية. يا جماعة برج الجوزاء، حبيبتي أنت مجموعة الجوزاء الثانية منها. طيب هالمجاميع راح يكون هسه تشدون حيلكم، راح يصير عندكم بامكانكم بعد تخلصنا من تاثيرات الكسوف، اوكي؟ لان كان عندنا كسوف يوم 6 البارحه، ف 7-8 ننطي مجال 9 يعني يكون الوضع افضل. كل ما تمضي ايام على الكسوف يكون تخلص الأرض من الأشعة الكونية اللي نتجت عن هذه الظاهرة متخلصين من عدها، مع الجهد الحثيث لذلك شدوا حيلكم، مع طلب الشراكات، مع حل مشاكلكم. اللي زعلان من برج الجوزاء يعني ممكن احتمال عودة، اللي مثلا يكون هناك فتخلاف مع شريك عمل أو شريك عاطفة في هذه الفترة شدوا حيلكم. يعني إذا كان عندك طلب للقرض أفضل حبيبتي، وإذا كنتي أنتي المراجعة في هذه المعاملة شدي حيلك، الفترة الحالية مشجعة جدا جدا جدا. كم جدا؟ أكو 3 جدا، يعني خلوا الطاقة الإيجابية أمامكم وتوكلوا على الله. تجي فترات يمكن إحنا نفوتها دون أن نشعر ونبقى ندور حول دائرة لا حل فيها ولا خروج منها. هذه الفترة تشجع مجاميع الجوزاء للانطلاقة بأمورهم المالية وكذلك بأمور حل مشاكلهم الزوجية
أو حل مشاكلهم مع شركائهم بالطريقة اللي تكون مثلى ومفضلة. هذا من باب. من باب آخر 3-12 هذا مولود برج القوس، وهسه هذه فترة جدا إيجابية إلى مع دخولة الزهرة، هو مولود برج القوس، وأنا دا أتحدث عن مجاميع القوس. هذا الولد إن شاء الله لو يعني وظف التوظيف الإيجابي، خصوصا وأن رقم 3-12 يعني هذا الشخص كل ما يكبر الحظ راح يلعب وياه دور، ينطي فد إيجابية في حياته. بالنسبة إلى 3-12 و28-10 مع دراستهم إن شاء الله يحصلون على نجاح إن شاء الله بقوة الله. النجاح كفيل بالمثابرة، وسبحان الله أيضا يلعب كل الدور في نجاح الإنسان، بيحس أول شيء بالمسؤولية، ثانيا بتوفير الظرف الملائم أثناء تأدية الامتحانات أو كذلك يعني ذهابه وإيابه السنة كلها للمدرسة. فسبحان الله قبل كل شيء، وإن شاء الله مع المثابرة يكون النجاح. حليفهم أم ويسام تقول أني 31-3 بنتي العزيزة الشهر الثالث 31-3 راح تكون الأولى من الحمل الناري تابعة إلى كوكب المريخ مع عشرية زحل. عندنا 9-4 الثانية من الحمل الناري، الكوكب المؤثر هو المريخ مع المشتري. المريخ هسه مجاميع الحمل الناري، وجود الكواكب دخولها إلى برج القوس الناري هذا فالطابع إيجابي جدا، رغم كون أنه أورانوس موجود عندكم كوكب المفاجآت، لكن البارحة تقدم، فهذا ينطي فشيء من الإيجابية في حياتكم للمضي قدما فيها. هذا إن شاء الله يكون إلى فالتأثير حلو، راح أتحدث عنه إن شاء الله بكرة. لكن هناك أمور مشجعة رغم كون المريخ، وهناك كواكب تعاكسكم شيئا ما، خصوصا في أعلى نقطة في بيانكم الفلكي. نصيحة أنه الكان من عندكم عدم مواجهة السلطات، أكون أكثر صبراً مع الزوج، أكون أكثر صبراً مع مديري بالعمل. هذه الفترة بس نعديها، خلي تطلع الكواكب، تطلع الشمس، تطلع يطلع عطارد، إن شاء الله تكون الفترة إذا كانت بالدلو إيجابية أكثر، ممكن أنه تطرحون وجهات نظركم إلى الأطراف الأخرى. أم كاظم عندي 9-12 تسأل عن التوافق مع 1-4. 9-12 مولود برج القوس، وهذه السنة حلوة وهذه الأيام حلوة المولود برج القوس، يا ريت ما يضيعها يا جماعة. أنه ورح تشوفين أنه هذه الفترة مولود برج القوس رح يكون فياض بالمحبة، فياض بالخير، فحاولي أنت يعني أنه تشدون لحمة المحبة خصوصا مع المتزوجين. وكنت في بداية لقائي وياكم أتحدث عن هالنصيحة، وإن شاء الله أرجع أتحدث عنها بكرة، لأنه إحنا دراستنا تكون سلوكية، وشلون الإنسان راح يتصرف، وشلون نوعي الناس في هذه الفترة في كيفية التصرف في إعادة اللحمة، وعدم يعني إثارة الثلمات في الحياة أو في العلاقات العامة. 1-4 مولود برج الحمل الناري. نسبة التوافق بيناتكم أحبابي نتيجة لوجود المشتري المؤثر على العشرية الثانية من الحمل الناري، ينطيكم فت كوكب رابط يزيد نسبة التوافق إلى 68%، وهذه نسبة يعني مقليلة حبيبتي. أما بالنسبة إلى 3-11 فهو مولود برج العقرب، ويتمتع بمواصفات جميلة جدا. هذا الشخص جذاب وشخص حلو،
الحظوظ ما راح تتخلى عنه في حياته، لكن طلبي منك كأم ثانية لهالولد الله يحفظه، شجعي جدا على الدراسة، هذا إنسان جذاب لامع متألق راح يكون إلى مستقبل. العائلة دائما هي اللي تخلي البشر تشجع لأجل أنه ينول فد مركز ويكون مركز إيجابي في حياته، تخرج للمجتمع نماذج تفيده جدا. عليك دور بتشجيع هالولد هذا لأنه فعلا راح يكون عنصر ناجح في مجتمع وفخر الأسرته أيضا. خلاص وقتي عيني، شكرا جزيلا لكم، أشكر متابعتكم، وإن شاء الله إلى غاية ما ألتقيكم بكرة لكم مني دعوة من كل قلبي إنه ربي يبارك ساعاتكم وتقضوها بالسلامة والسلام. شكرا لك يا سجنان، يعطيك الصحة والعافية لك ولكل متابعين قناة رشيد الفضائية، ممنونين منك، وأكيد باكر رح ننتظرك بفقرتك الجديدة. شكرا لك. شكرا.